وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أسبق القائلين: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إلهي سبحانه وتعالى وكتابك منزل كوحبذا كسوء العليي قسوين كنبي الك إيدتك هراء فوحلو لجي ذابتك إني كوا نقاطان قصصت إي وحيابها بعين أي أنقط عبر أي أغدى واذان إلى سبحانه وتعالى إني أغسى جرومان وأي أغهران حمانت إي وحيابها لديذي أي مركز تكد ذالان وحو ربي أمري إني قرب استاغان دفاعان كنا بغمان دينة إسلامك سيدا أي إلى أغطى لقلي سبحانه وتعالى قلبت هذه إلهي راذا وحا وحكت المامد الناقصة في نبي صالح عليه السلام. نبي صالح وحكم ذي أي نبي أشاء الله صابري الله قلت رجل لي أدونك إن الله قلت ارترى شركك إيا قالني مضى إله ذا لو غشر سبحانه وتعالى قف غلبة وحا واجبك أهمرك مر الله على مرك وقصة وحكا أقابه أما أكدك استئن وكد ذاله كدقا كذا نبي ياشا إنو أركبتك يا رفاتك أصوى مرين هلقن كدينتا سيدا أي دادك أقار سينايين دانتا وغارك أهنا إني كهر مريين دانتا قود مر والبا إني آد أقود ذالا ين سيدا دادك أي أغبح لها ين قالني مضى سيدا إلهي لوغو حر لها سبحانه وتعالى هردذوذ يهر قلمذوذ إني أغتقين مر والبا أي كد ذالا ين أدونك إنو كسوها ربتك لماذا التوحيد كقراء أو مشركين أن مركا أهين وعي النبي والبطل الصدر سببت له صدر أي وحي أهي دادك إني إلهي عبدان طاغوت كان أي كفبادان وحول بقول عبد إلهي غير كيس إني كتغام وعد أركيس النبي والبطل الصدر أقوم كيس الله صدر إنو نهاي أن اعبد الله إلهي عبد إنو نهاي ربك إن كدن بي إنو نهاي إلهي أن الله أهين مجر نبي والبطل الصدر أقوم الله صدر أمدي سأوي ماذا وحكى لما دهين أغهرين تي هذلك أغهري أعوك هدلا يينا وحو أها إنو ضهو ورقوم كيو اعبد الله ما لكم من إله غيره إله الله كصوحري أو غير كيس أهمجري إلهي نعابد والرب كليجيز وحدانية أقرأ وأي أجدر ذاتك الله خلقي وإني إلهي وحيدان وإني إلهي عبدان سبحانه وتعالى كونك مرح لبا إله يا وحك بضم هل إله أوكلي أيو ليه هاي الله أستطي أعدونك إذن كاني سببت إذن قلقي جن إي إنسيو وحك لماءها وإني إلهي عبدان أولو لجيذ إني إلهي وحيدان سبحانه وتعالى هذا غريب ثمود وحي أهايا قبيلة مشهورة عانا اللغو مقع عابا ثمود اللغو مقع درجت كوذا أما أوغو ثمود وحي أهايان أيان ليرا عرب من العارضة كمتعة وحي ندقنايين حجرية كاسو قد حي حجاسية طبوك رسولكم مر الله لمركي أوصامري أساغو أسأد طبوك أسايا إيا إنتي لجرتي أو مسلمين تأها مر الله لمركي أي سوقارين ديارتي أي ثمود دقنايين رسولكم وحو يريها أقلين كوان معذبين تيل عذابي كوان عذابك او كدعيها اقلنا الا اذنكو اوينا يا ماهاني مع ذلك انا مدي سأيو مضح قدرتي نبيك سدك دك او ارض ايو نمركا امري هجلنا ايو يري الا اذنكو باكين ماهاني ورحباتو هنين النبس اويسية سيدا ايو نبيك سعبك اددجيه صلى الله عليه وسلم مركا ميشا ايو دقنايين او تبوك يا حجاز مركا قد حيسا وحي أهايين قوم يمد أمجوغي غير عد قراشو وكانوا يعبدون الأصنام
waxay ahaayeen kuwa asnaamta caabuda shirkiga iyo gaalnimada xoog ugu dheer ilaahay waxyaabo kale la caabuda intaa ka gabaal ayuu alle u soo diray nin ayay ka mid ah waa addoonkii alle iyo rasuulkii alle ee saalix ahaa wuxuu ugu wacay cibaadada ilaah keligii subxaanahu wa tacaala inaysan waxba u shariig yeelin rabbi oo keligiis waxdaaniyada ay u qiraan mar allaalle markuu u yimid ayuu u sheegay inay ilaahay caabudaan oo keligiis ay caabudaan waxna aysan cibaadada ula shariig yeelin inay ka siibtaan oo ay ka baxaan asnaamta iyo andaadii waxyaabaha rabbi ka soo haray ee la caabudo intaasoo dhan inay joojiyaan oo ay rabbigood keligiis waxidaan waxna aysan u shariig yeelin koox ayaa rumaysay koox badan oo ayay ka mid ahna markaa way beeniyeen waxayna ku qaabileen ama ay kala hor yimaadeen ayaa la yidhi aflagaada iyo xumaan ficil iyo qowl labadaba ah waxayna sigeen inay asaga dilaan waa saalix la fahaantiisa mucjizada la siin doono oo hadhow aan arki doonnee hasha ahna inay dilaan ayay markaa ku talo galeen intaa ka dabaal ayuu ilaah asagoo tilmaamaya ama qoomkaa nooga sheekaynaya wuxuu yidhi wailaa tamuuda akaahum saalixa reer tamuud waxaan u dirnay walaalkood saalix ahaa nebi saalix ayaan u dirnay reer tamuud qaala yaa qawmi icbudullaaha wuxuu yidhi qoomkeeyow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin gayruhu ilaah kayrkiis ah ma lahee idinma sugnaanin ilaah asaga ka soo haree waxaan aad caabudaysaan oo asnaamta iyo dhagxaantii waxyaabaha rabbi ka soo haray ah joojiya war qoomkeeyow rabbigiin caabuda qaala yaa qawmi qoomkeeyow ayuu yidhi ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin gayruhu ilaah kayrkiis ah markaa ma lihidiin qad jaa'atkum bayinatun min rabbikum waxaa bayano idinkaga timid rabbigiin xaggiisa rabbi ayaa wanaag iyo qiimo iyo sharaf idin yeelay nebi ayuu idin soo diray maca daalika hadhow ayay codsan doonaane wuxuu kaloo yidhi haadihi naaqatullaahi tan hal ilaahay waaye lakum aaya idinkay calaamad iyo astaan iyo aayad idinkugu sugan tahay ee fadaruuhaa ta'kul fii ardi illaah war isaga taga oo dhaafa war faraha ka qaada oo dhib ha gaarsiinina ha iska cunto oo ha daaqda ilaahay arladiisa qofay wax ka rabto iyo cidee wax uga baahan tahay ma jirtee fadaruuha ka taga ayuu yidhi ha daaqda oo ha cunto arlada ilaahay walaa tamassuuha bisuu walaa tamassuuha bisuu-in wax xumaana ha ku taabanina oo haddaad xumaan ku taabataan adaab aliim ah oo xanuun badan markaa uu idin taabto war sidaa ha yeelina waa calaamad ilaahay wax dhibaato ah ama wax mashaakil ah ha gaarsiinina hadhow waxaa idin qabanaya cadaab xanuun badan ee wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad waxaad xustaan waqti alla uu idinka dhigay kuwa khaliif ah oo bedelay oo arlada yimid reer caad gadaashiisa oo idinkana uu idin dejiyey arlada idinkoo ka samaysanaya meelaheeda sahlan qowlado iyo sarar waxaad ka qoraysaan buurbuuraha xaggooda guriyo fadkuruu aalaa allaahi war qoomkeeyow xasuusta nimcooyinka ilaahay qoomkeeyow xusa nimcada alle oo walaa tacsaw fi lardi mufsidiin arlada ha fasahaadinina arlada ha ku soconina idinkoo mufsidiin ah nebi saalix qoomkiisa sidaa ayuu u waaniyey abkaa ayuu wax ugu sheegay nimcada alle inay xusaan ayuu xasuusiyey qoom ayaa ayaga ka horeeyey oo la baabi'iyey sababta loo baabi'iyey waa macaasi iyo shirki waa waxa ay hadda kuwaa ku sugan yihiin oo kaley ku sugnaayeen war dadka noocaas ah oo la baabi'iyey ayuu ilaah khaliif idinka yeelay oo idinka idinka reebay oo arlada laydin dejiyey war nimceeyinka alla xusa qoomkeeyow fadkuruu aalaa allah ilaahay nimcooyinkiisa xasuustoo arlada ha fasahaadinina markuu sidaa u waaniyey jawaabtay bixiyeen fiiri qaala almala'u aladiina istakbaruu intii mala'da ahaa waa intii madaxweynta ahaa waxay mala' ku noqdeen waa sharta waxay ku madaxweynaadeen waa xumaanta
waxay mele u noqdeen waa dad aan xaq darrin sidaa darteed ayaa akhyaartii qiimaha iyo wanaagga badneed ee akhyaarnimada wanaagga lagu yaqiinay ma aheene mele ayuu alla ku magacaabay subxaana wa tacaala sababtu waxay tahay dadka ayay ka muuqdeen indhaha ayay buuxinayeen laakiin nasiib wanaag waxay noqdeen dad sharta mele iyo khaliif ku noqday waxay dhaheen waa intii isweynaysiisay oqoonkii saalix ka mid ah in allaala inta mustadcafiinta ah ee tabarta darnayd oo liman aamana minhum intii rumaysay oo ayaga ka mid ah waxay ku dhaheen ataclamuuna anna saalixan mursalu min rabbi war ma u ogtihiin saalix inuu mursal yahay mid la soo diray oo rabbigiis xaggiisa laga soo diray maad aaminsan tihiin waxay sidaa ku dhahayaan waa dadkii mustadcafiinta ahaa liladiina istudcifuu waa intii la daciifsaday oy ayagu u arkeen inay ka liitaan weliba kama liitee ayagaasaa u arkay waa liman aamana minhum intii ayaga alla aamintay oo saalixna rumayso ayaga ka mid ah ayay la hadleen ayagoo raba inay diinka ka tashwiishiyaan oo xumaato ay ka geliyaan oo ay u xumeeyaan oo waxa ayaga ay haystaan uga dhigaan wax fiican ayay dhaheen saalix ma u ogtihiin inuu rasuul la soo diray oo rabbigii xaggiisa laga soo diray uu yahay say ku dhici kartaa saalix inuu nebi noqdo ayaguna hadal kooban oo wanaagsan oo qiimo leh ayay siiyeen qaaluu innaa bimaa ursila bihi mu'minuun anaga in allaala inta lala soo diray iyo waxa lala soo diray kuwa aaminsan oo rumaysan ayaan nahay ayay markaa dhaheen jumlo ahaan ayaan u rumaynay hanoo kala qaadqaadina saalix nin xun hanooga dhigina wax walba waxay ahaadaanba oo rabbi xaggiisa uu ka keenay oo lala soo diray anagu waa rumaynay qaala aladiina istakbaruu intii isweynaysiisay oo kibir ka badnaa oo xaq diidayaasha ahaa ileen kibirka mar walba dadka ku sugan ayaan ru ogoleyn oo diidan inay nebiga rumeeyaan iyo ambiyaasha iyo xaqa iyo diinta inay raacaane kuwii isweynaysiiyey waxay dhaheen innaa biladii aamantum bihi kaafiruun anagana wax allaala waxaad idinka aaminteen iyo wax allaala waxaad rumayseen kuwa kaafiriin ah oo markaa ku kufriyey oon ogoleyn ayaan nahay saasay ayaguna dhaheen waa in allaala intii mutakabiriinta ahaa oo isweynaysiisay oo xaqa diiday oo diiday inay fuliyeen amarkii iyo wixii uu la yimid nebi saalix calayhi salaam haddaba sidaa ayay markaa u kala qaybsameen ilaahay asagoo tilmaamaya nebinimadiisa iyo inuu nadiir yahay oo loo soo diray qoomka iyo sida ay ku qaabileen ayuu yidhi kadabat samuudu binnudur samuud waxay beenisay nudurtii digniintii iyo digayaashii ayay beeniyeen nebi saalix ayay beeniyeen laakiin wax allaale wixii digayaal ahaa oo digniin keenay oo dhan ayay beeniyeen sababta waxaa loola jeedaa oo nugurtii oo dhan ay u beeniyeen hal nebi qofkii beeniya ayaa wuxuu la mid yahay asagoo nebiyaasho dhan beeniyey ilaa wuxuu yidhi samuud nudurtii ayay beeniyeen nebi saalix ayaa loo diray faqaaluu abasharan minnaa waxay dhaheen bashar iyo aadami annaga naga mid ah waaxidan oo keliya miyaa natabichu raacaynaa hal bashar oo annaga naga mid ah sida aanan suuda bini aadam u nahay oo kale u ah maan raacaynaa innaa idan la fii dalaalin wa sucur anagu waqtigaa haddaan sidaa yeelno oo aan raacno saalix waxaan nahay kuwa waali iyo baadida markaa ku jira dad fiican mabanihiba caqligeena mid wanaagsan ma aha haddaan raacno bashar annaga naga mid ah oo keliya oon qiimo lahayn oo weliba liita sidee u raacaynaa ayay dhaheen haddaan raacno kuwa baadi iyo waali ku jira ayaan nahay ayagoo risaaladiisa duraya ayay dhaheen aulqiya dikru calayhi min baynina asagoo dhexdeena ah miyaa dikriga iyo waxyiga iyo diinka lagu soo dejina qof kale oo ka qiimo badan oo ka wanaagsan saalix miyaa la waayey asagoo weliba beenkeena ah waxay ula jeedaan say ku dhici kartaa dad akhyaar ah oo wan wanaagsan oo sharaf leh ayaa joogee say ku dhacday in asaga dikriga lagu soo dejiyo aulqiya dikru calayhi min baynina
asagoo beenkeena ah miyaa dikriga lagu soo dejiyaa oo waxyiga lagu soo dejiyaa bal huwa kadaabun cashir iska dhaaf saalix inuu run sheego beenebinimada uu sheeganayo inay runtiis tahee waa kadaab iyo been badan shar badan ayay dhaheen ayuu yiri ilaa subxaana watacaala say ku dhici kartaa in lagu soo dejiyo waxyiga say ku suuroobaysaa in lagu soo dejiyo dikriga maca dalika suuragal ma ah asagoo beenkeena ah in markaa lagu soo dejiyo wax badan ayay sidaa dhihi jireen mushrikiinta maka markii nebiga loo soo diray ilaa nebigu waxay marka hore u aaminsanaan jireen inuu yahay nin runlow ah oo haddana amiin ah oo ammaano badan nin xaq iyo wanaag ku socda nin sharaf leh oo cizi leh ayay ku tilmaami jireen mar allaala marka diinka lagu soo dejiyey ayay diideen xaqa iyo arrimooyinka kale ee loo tilmaamayo oo dhan iyo waxyaabaha loo sheegay oo dhan ayay inkireen sida ilaah tilmaamay subxaana watacaala walamaa jaa'ahum alxaqu mar allaala markuu xaqii u yimid nebi maxamed uu qur-aanka u keenay qaaluu haadaa sixrun waxay dhaheen midkan sixir waayo wa innaa bihi kaafiruun annaguna waxaan nahay sixirkan kuwa markaa ku gaaloobay oo markaa ku kufriyey waxay kaloo yidhaahdeen lowlaa nuzila haada alqur'aanu qur-aankan maxaa loogu soo dejin waayey calaa rajulin rajul dushiisa oo min alqaryatayni cadiim labada qarya mid ka mid ah jooga rajulkaasoo cadiim ah oo sharaf leh oo qiimo leh maxaa loogu soo dejin waayey ilaahay yatiimkii abii taalib qof aan ahayn ma waayey maxaa dhacay oo midkan maskiinka ah oo mahiinka ah oon xoolaha lahayn loogu soo dejiyey waxyiga iyo diinka ayay dhaheen waqaaluu lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey qur-aankan hadduu qiimo leeyahay sharaf leeyahay haada alqur'aanu calaa rajul rajul korkiisa oo labada qarya mid ka mid ah jooga labada qarya mid ka mida jooga maxaa loogu soo dejin waayey daa'if iyo maka ayay ula jeedaan ama qarya kale laba nin oo gaalada ah oo weliba gaalanimada ku madax weynaatay labadaas mid ka mid ah ayagaa abwaane ah ayagaa kaabaqabiilo ah ayagaa cadiimiin ahoo waaweyne maxaa loogu soo dejin waayey sidaasay markaa dhaheen ilaah wuxuu ugu jawaabay ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ayaga maa qaybinaya raxmada rabbiga naxariista rabbiga iyo nebinimada qofka uu u dooranayo iika maa qaybinaya naxnu qasamnaa baynahum annaga ayaa ah kuwa beynkooda qaybiya maciishadooda iyo noloshooda xagga adduunka qaarkood ayaan qaarka kale ka kor qaadnay xagga darajada sababtuna waxay tahay in qaarkood qaarka kale uu ka samaysta sukhriya wa raxmatu rabbika khayrun mima yajmacuun naxariista rabbiga ayaa ka khayr badan waxay jamcinayaan labadaa nin waxay ku tilmaamayaan xoolo inay leeyihiin afeedooyin iyo beero inay qabaan inay yihiin dad madaxweyne ah oo dadka qabiilada ugu sarsareeya maca daalika naxariista rabbi ayaa ka khayr badan nebinimada iyo risaalada uu dadka u doorta ayaa ka khayr badan mimaa yajmacuuna wax allaala wax ay jamcinayaan oo xoolo ah oo wanaag ah oo sharaf ah iyo waxyaabaha ayagu ay tilmaamaan xaaladda noocaasi waxba kama jira saalix saas oo kale ayay dhaheen aulqiya dikru ma waxyigaa lagu soo dejiyaa asagoo dhexdeenna ku jira balse waa kadaab beenlow ah oo shar badan ilaah wuxuu yidhi sayaclamuuna gadan beri ayay ogaan doonaan qofka kadaabka ah ee beenta badan ee markaa sharoolaha ah inuu saalix yahay iyo inay ayagu yihiin ayay ogaan doonaan sidaa darteed saalixow sabir oo diinta gaarsii oo ha ka istaagin oo mar walba xaqa iyo sida uu yahay markaa u sheeg ayuu yidhi ilaah subxaana watacaala haddaba nebi saalix sidaa ayuu u watay hadafka iyo ujeedada lala soo diray ilan ujeedadiisu ma ahayn haddii la caayo inuu iska joogsado haddii wax laga sheego inuu diinka ka gaadsado haddii la dhibo inuu waxyaabaha naftiisa fiiriyo laakiin mar walba ujeedada laga lahaa waxay ahayd inuu xaqa dadka gaarsiiyo dhib walba oo soo gaara inuu diinta dadka u sheego wax walba oo laga sheego in diinta dadka iyo waxdaaniyada alle uu ku xiro dhibaato kasta oo markaa soo gaarta ilaahay wuxuu yidhi oo kale wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa
تموت أيام درمي أو ولا الكوت صالحة أيام قدرمي وحويري قوم كي اعبد الله. قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إلى غير كيس أهد المصغنى منه إلى المركب ظهر سببك توحيد كان لبابعيا إلهي أيا لغحرا سبحانه وتعالى أيها مشركين صلاة وحيو أنفع أيسا مجير أيها مشركين إني دبك دينك قاسيا ونك معها أيها مشركين أهو رب قول أشريك يلي إني صدق لبحان معها لكن أرنت أبوه ريس بني آدم كالله ترقلي إلا قاسي ووحدانية إلهي وإلا قبحي أضام مرأي أضام أضام أيهين لا نبحي إني ربي أضام النغضاء سبحانه وتعالى كلمة توحيد كوا أصل إيا أفاس ودعوة ماشا أبوه ريس إلا قبل الله نن أيو نبي قدر يمن مركزو يروحات أتقي ساقوم أهل كتاب شيء أبوه ريا أبوه ريس ها أهاب إلي إلهي وحيدان ها أهات إلي كلمة توحيد كقران ها أهات إلي بهان لا إله إلا الله ويو شيء أبوه ريا إسلام كالله صدره لا إله إلا الله أو إسكده كلية معها معناها وحالو لجيرا الله حقن من لغو عابدو أو أمر لغا قاتو أو لغا عبسو أو لطلصارتو أو لين ندر مجيرو إلا إله حق أهماهاني أسجى كريجيس أيا إسكال حرام إنتي حلال إنت أسجى أي أسغناطي أمر قوينت ما ملك كل أسجى إسكال معناها واسرا وردت كبعد إياكم إنو إلهي ليهي وارد أيو يري أوقومك أتب وحاد شكتا كلمة توحيدك وحاد برتا ربي سبحانه وتعالى واركب بحي وحاي إلهيها كدقنايا واركب كوبا إنو إلهي الله كيهي أشيك وارأسك إن لغو عابد إن لغو ترقلي أشيك مركي أرنتا كاب وغرارام أو أرنتا أي كأطيعان أو هذا أي كيهلان كدباب وحاد أشيكتا إن واجب لغت لغي كركودة شن صلابوت هبين إيا مالنبا أصر لغا تنكي صعب إني شن صلابوت دكذين هذيك أقبلان أو أي كيالان أو أرنتا أي كأقراغان أيو يري نبيغ وحاب أشيكتا إن صدق أمزك كركود أي واجب كتهي غنيال كودة إيا دب كودة تاجرين تالغا قاضايو كدبال مفقر ذو ذلغو ألينايو تا أشيك أيو يري أو إله سبحانه وتعالى إنو كركود صدق كيالي صدق إن واجب لغدقي لغا قاضايا تاجر ذو ذا إنتا كدبال مفقر ذو ذلغو انتا هديكا يلان اسكا إلالي او وحاد اسكا جرتا مالكو بطن اقيمها بغلي مركز كده آبك قاضي سنوسك جيلا متك اقوين هكا قاضي لابا متك اقو جرمورا هكا بحنين اريغا ساسو كانت مع ذلك اسلام كوامد عدالة او حق ايطاسمان تي عدالة داكو سعبا اسكا إلالي ايو يري نبيغ مالكو ذا متك اقو كرامة بغلي متك اقوين متك اقو قيمها بغلي اسكا إلالي بعد متك اقوين ان لغا قاضي اذيغا نكد مرة ايلي تبابا كهب بحنن امتك بحدحات كامركا بحي سيدا ايو النبي قيري اسكا الالي مالكو ذاكن اغقيمها اما كرامة بضن وحادنا كعبستا احد كمظلوم كا الا دربارستي الا ظلمي انكارتيس وايا اسكا اي الهي حجاب اما بحيو أفئ يا إلهي وحجاب أو أضحي يا مركة مجير سيدا درتيد أيا نريالك كل وحا مركة أغوها ريسا دبكو أي أمران أو أي أشريقات كلمة توحيدك صالح مركة لصادر يوحو يريا قومي وارتلك يو وعبد الله ما لكم من إله غيره عبد إلهي إلهي كصوحري مجيري أسأل أيا أغلب إذنك أمام ضي أضلك إذنك قلقي بلك أيو إذن كو أبوري أو إذن كقلقي وإذن كو إمرسيي إنتي لإذن كو ترقلي فاستغفروه دم بداف ويديست ثم توبوا إليه إنتا كجذال حجيس أصو النقضة إن ربي قريب مجيب ربي هو الله قريب أو مجيب إلهي هو الله سبحانه وتعالى أدو مذي سواء دويهي
حدنا ومجيب ولك أجيب بريها عملك صالحة وحو نفس أي سمايان أي قوم كي يوك سائدشت الله أبدا أن إذن الله والله إذن قلقي ومتك الله إذن كو أبوري ومتك إذن كو إمرسي ورأسك استغفر ويديست ولك إيا دنبك إذن كبعي كسون نقضى أسك عفية ربي ونعفية بها فاستغفروه دنب داف ويديست ثم توبوا إليه انت كدبال توبة كينا أسك أصون نقضى حمانت إيا وحيارها كان كسو الرجوع إن ربي قريب مجيب ربي الله قريب ودو أيو أهابي أضوم رآتي آتيو أغدو يهي إني دواشه أغدو يهي أي كسا إيديستان أي الله ترقلي من أعرابي أي نبيك أيمد وحوضه رسولك الله مركان الله بريايا مقيليا أم إغدير يهي أو إلهي ماندها أو حكم مقيليا مسترتيب أي أن الله بريا أو إيسو دو يهي سبحانه وتعالى مركو سيدايري أيو إله سودجيي وإذا سألك عبادي أدو مضايد هدي عني حقي إيكا ويديان هدي إيكا ويديان أو أيكو بحان ربقين من نبو يهي أو بريها ستكتير من أبرنا مسوا أقيلنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أني قوة دوهي أيو يري إلى سبحانه وتعالى أنا يا قريب أيان أهي أجيب دعوة الداعي إذا دعان وكأجيب بريوتمها إيا متك بريوتما يبريهيس وقرمي إذا دعاني هدي أنا إتوغان هدي إبريان أيو يري إلى سبحانه وتعالى أنا يمد قريب أهو أيان أهي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هاي أجيبان أمركيغا هقاقانو انتا كقباط أي مذيهين إني مركا توصان أم أي مركا هنونان سيدا برتد بريها ربي حقي سالوغ ترقلي إن ربي قريب مجيب ربي قي الله قريب أهو حدنا مجيب أهو دعاك أقبل بدك أيو أهابي نبي صالح قوم كيسا سيدا أيو أوانيي وحقوق الشيغي وإنو إلهي كحر وحو بري الله خلقي عمري سيي دنبغ أضاف إنو أسغيهي حجي سعي أسر رجوعان الله نأو أدو يهي بريها يدعى ذنا أمركا كأقبال جواب تأي بحيين فيري قالوا يا صالح وعيد صالح قد كنت فينا مرجوا وعاتهيت ودحذينا أكاهيت أرنتا مثل يرجي قبل هذا أرنتان إلى صوب قري أيام كوطوغين مركا عبد الله وغيبة مساجد أك مركا عبد الله وغيبة وحان هلا جوجي مركا عبد الله وغيبة وطلقا هذا لضا عبد كب الله وغيبة وحان إن عبد الصوب بحبان توارجينيني وحان أهيد كوارجي قبل هذا أرنتان عبد لطمت هرتد أيام أمليني أرنتان إن عبد الله إيماني صوب واسدا دكا دغالكا ميدا مانتا ايت الماما اما اي كودهان قفكي مركا حقا اشيغا او دها وحان جوجيا ورقبورتان اب كودوافيسان جوجيا شرابة اب كحرانيسان دافا تراتي عربة اب كقاضانيسان حدي ان اسلاميهين دلي وايان اب سينيسان جوجيا وحظلاب اي كجوابات او اي دهان واملينيني ارنتان اناد صوابو وحان إلى تلك كالهر إيمان سهري أي نؤغين صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا أرنتان هرتب أي رجينيني انتان إلى الله إيمان سي أتنهانا ما وحد نقريبي سي أن نعبد إن نعبد ما يعبد آباؤنا وحي آبيالكين عبد جيرين وحان هدئي بقن أولهين وحان أبي إسر كسوق قرني وحان وحيا بب